قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال إن هناك اجتماعا في المستقبل القريب بين تركيا وسوريا وروسيا وإيران للنظر في تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، فيما زعم وزير الدفاع في النظام التركي شار جولر أنه لا توجد مشاكل تواجه عودة العلاقات بين بلاده وسوريا. لنتابع. لا يكاد يمر يوم دون الحديث عن إعادة تطبيع العلاقات بين الحكومة السورية والنظام التركي الذي يحتل مناطق واسعة من الشمال السوري، بالإضافة إلى دعم وإيواء عناصر إرهابية في تلك المناطق، وهو ما يشكل بحسب تصريحات مسؤولين من دمشق العقبة الأكبر أمام محاولات التطبيع. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال في مقابلة لقناة روسيا اليوم إن هناك اجتماعا في المستقبل القريب بين تركيا وسوريا وروسيا وإيران للنظر في تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، مشيرا أن بلاده مهتمة بتطبيع العلاقات بين الطرفين، ومبينا في الوقت ذاته أن المباحثات الماضية لم تحقق تقدما. لافروف أضاف أن الحكومة السورية تعتقد بأن الاستمرار في عملية التطبيع تتطلب تحديد إجراءات انسحاب الاحتلال التركي من الأراضي السورية، وأن تركيا مستعدة لذلك، لكن لم يتم الاتفاق على معايير محددة حتى الآن. تصريحات لافروف التي تحدث فيها للمرة الأولى بأن تركيا مستعدة للانسحاب من الأراضي السورية جاءت بعد ساعات من تصريحات لوزير الدفاع لدى النظام التركي يشار جولر لم يتطرق خلالها لذكر عملية الانسحاب، حيث نقلت وسائل إعلام تركية قوله إنه لا توجد مشكلة لا يمكن حلها بين البلدين. وبين الشد والجذب وكثرة الأخبار حول اللقاء المحتمل الذي ينذر بحسب مراقبين بتداعيات سلبية على الأراضي السورية في حال حدث مع استمرار الاحتلال التركي لمناطق واسعة من شمال غرب سوريا وشمال شرقها، تواصل روسيا وإيران ومؤخراً العراق محاولاتهم لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة وسط مخاوف ومخاطر تهدد ملايين اللاجئين السوريين. وللحديث أكثر معنا من أنقرة سيد عبد المجيد، باحث وصحفي ومتخصص بالشؤون التركية. مساء الخير أستاذ. أهلا بك يا أستاذ صح. شكرا لك. يعني ما ليس بجديد الحديث عن تطبيع محتمل بين دمشق وأنقرة، ولكن هذه المرة هل من جديد متوقع في هذا الصدد؟ هل تسمعني؟ يبدو الوقت سامع يا أستاذ. نعم تفضل. أنا بس ما سمعتش السؤال يا أستاذ. نعم، يعني ليست المرة الأولى نسمع أو نراقب أو يتم الحديث عن التطبيع بين دمشق وأنقرة ولا يحدث اختراقات في هذا السياق على المستوى السياسي. هذه المرة هل من جديد متوقع؟ أستاذ الفاضل، مرة ثانية مساء الخير عليك. مساء الورد. أول حاجة الكلام الكلام أمام الكاميرات شيء وما وراء الكاميرات شيء ثاني. تمام؟ أدي نمرة واحد. نمرة اثنين، أنا أزعم بأنه في إن هو الفترة القادمة أو الأسابيع القادمة أو الشهور القليلة القادمة هكشف تطور نوعي في العلاقات التركية السورية، بيتمثل في لقاء قمة بين الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره التركي رجب طيب أردوغان. دي مسألة منتهية. اللي بيحصل النهارده هو الكلام في التفاصيل، إنما في الجوهر بالفعل تركيا رجخت لما يسمى بالشروط الروسية السورية. أنا رأيي هي شروط روسية أكثر من هي سورية، لأن سورية الرئيس بشار الأسد برضه أكرر إن هو راجل أساسا غير مالك قراره أصلا، واللي بيمتلك القرار في سوريا بشكل أساسي اللي هم الروس
والإيرانيين، طبعا بشكل أكبر الروس والإيرانيين، وفي مركبة كالكا طبعا هي كل أهمية هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بخصوص الشمال السوري وما يتعلق به ما يسمى بكوكسر الديمقراطية اللي هي خسارها قصد، ومعها طبعا وحدات حماية الشعب الكردي. نرجع للروس عازمين على انه طي صفحه الخلاف بين روسيا، بين انقره وبين دمشق، وارجو نتيجه الاوضاع الداخليه من ناحيه، ونتيجه قضاء النفوذ والخارجيه من ناحيه تانيه، كمان من اكثر من سنه وهو يلح على انه طي الخلاف بينه وبين الاسد. الهدف ايه؟ الهدف هو حاجتين، هو ان هو عايز ينسحب من سوريا بالمناسبه، نعم، بس ينسحب بكيفيه محدده بحيث ان هو ما ينكشفش امام الراي العام. وليه طيب. ينسحب من سوريا؟ لانه وجوده عبء على الاقتصاد التركي اللي هو اصلا مترجي. اما السبب الثاني انه زي ما قلت لحضرتك، انه خارجيا مأزوم سواء كان على الصعيد الاقليمي ولا على الصعيد الاوروبي. الحاجه الاساسيه انه مساله اللعب على ورقه حزب العمال الكردستاني او باعتباره منظمه ارهابيه وفقا للمنظومه في انقره، وفقا للولايات المتحده الامريكيه وفقا لهم، هذا الورقه دي ما بقتش تجيب نتيجه بالنسبه لتركيا. لانه حتى صوره حزب العمال الكردستاني لم تعد هي نفس الصوره النمطيه اللي كانت من 20 و25 سنه، حصل تغير هو سواء في اوروبا او لكن في الامريكيه، هو بس ناقص يشيلوا كلمه الارهاب، صفه الارهاب عنها، لكن حصل تطور كتير قوي، وفي تقارب او في بدأ الغرب والولايات المتحده الامريكيه بشكل او باخر تشوف المنظمه من وجهات نظر مختلفه غير التي كانت سائجه في العقود الاربعه الماضيه. لكل هذه الاسباب مجتمعه كمان في الحاح، والالحاح جاي يبدو ان هو اسمر الى خطوات. نعم. خطوات ايه هي؟ اللي هو جفع روسيا وايران لعقد هذه القمه، وزي ما قلت لحضرتك شهور قليله سوف او في اسابيع قليله سوف يتم هذا طيب. هذا القمه. حول الجديد، حول النقاط الجديده في الموضوع، موضوع التطبيع السوري التركي، هناك فيما يبدو التغيير باللهجة التركية حول مسألة الانسحاب من الأراضي السورية. كنا نسمع دائما أردوغان يتحدث عن ضرورة التطبيع، ولكن لا يأتي على ذكر مسألة الانسحاب، رغم أنه الجانب السوري كان يتحدث عن أنها أحد الشروط الرئيسية لبدء ذلك. اليوم على لسان لافروف يقول بأن مسألة الانسحاب التركي، تركيا مستعدة لذلك. إلى أي مدى هذه النقطة قد تكون واقعية بجد وبكل بجدية أستاذ؟ ما انا قلت لحضرتك يعني في كلامي انه الكلام يا بي الكلام يا استاذ، قصاد الكاميرا حاجه وما وراء الكاميرا حاجه ثانيه. لا، انه فعلا انه وجود تركيا او القوات التركيه في الشمال السوري او على التخوم بينها وبين سوريا بقت معضله، وان هي اضرارها اكثر من مزاياها كمان. وزي ما قلت لحضرتك انه ان ده بيبقى ليه تاثير سلبي على الاقتصاد المنهك اصلا في تركيا، وطبعا مؤشرات كلها معروفه وكطلع عليها في حتى في الصحف التركيه نفسها، سواء كانت المستقله او المواليه لحكومه العداله والتنميه اللي بيرقصها اردوغان. فالانسحاب هيكمل، بس الانسحاب برضه لابد من انه يبقى في اليات لجعل هذا الانسحاب لا يجر بشكل سوري اردوغان امام الراي العام. نعم. اللي هو المنصة دي سواء امام حزبه او امام تركيا، دلوقتي اشكال بعوجهم واشكال بعددهم في مواجهه حزب العداله والتنميه، وبقى ليهم انصار من خلال الايه النعرات ومن خلال الشعارات اللي هي المناوئه للاجئين، وانه اللاجئين اساسا عبء، وان لابد من التخلص من هذه المساله، والتخلص من عبء اللاجئين لن ياتي الا بايه؟ بطي الخلاف بينه وبين سوريا وتهجير الايه؟ واجبار اللاجئين على العوده الى ديارهم.
تمام. طبعا هيتم في وسائل طبعا، مش هيتقال ان هي اقبال بالمعنى، لكن حقيقه ان هو عمليا هيكون اقبال، لانه تركيا ما عندهاش بديل تاني غير انه اللاجئين السوريين يبقوا من العوجه طوعا او غير طوعا الى بلادهم. المشكله ان افضل طيب يعني بالتالي على ضوء هذه التطورات وتحليلك الشخصي، مسألة الحديث عن عدوان عسكري تركي جديد ضمن الأراضي السورية بات مستبعد. أنا أزعم يا بي على هذه الشاشة كمان من أكثر من سنتين، وأنا بقول أو من سنة ونص كحقيقة، إنه تركيا تعمل عملية خمسة في الشمال السوري ده بقى ماضي وانتهى، وانه هو بس شعار لا اكثر ولا اقل، كنوع من ورقه الضغط على دمشق ان هي تقبل بان هي تعمل وسائل يعني تزيد من اتصالاتها مع انقره. تمام، دي حاجه. فالحكايه كده، ودلوقتي بيتم التاكيد او انه وفقا للشواهد والسيناريوهات اللي موجوده واللي مطروح على الطاوله، طبعا غير وارد انه عمليه عسكريه تركيه في الشمال السوري. لاحظ انه العمليات العسكريه كمان بدات تواجه مخاطر في شمال العراق وجبال انديه. فالمساله دلوقتي اصبحت غير وارده. الحاجة اللي أنا عايز أقول لحضرتك عليها إنه روسيا في خطة، وعلى فكرة تم تسريبها للمعارضة السورية، وتم تسريبها لقنوات كثيرة، يعني سواء يعني لم يعد الأمر سرا، يعني إنه مخاوف تركيا برضه ستظل هناك مخاوف من أي أنشطة انفصالية قد تنبع من الشمال السوري. في حلول للمسألة دي، إن روسيا على الجانب السوري هي اللي تتولى تأمين هذه الحدود، يعني داخل يعني الأماكن النقاط اللي موجودة فيها تركيا هتنسحب منها تدريجيا بحيث تحل محلها قوات روسية. تمام، هي لتحمي ما الحدود اللي هي على الاراضي السوريه اللي هي قد من الممكن تهاجم تركيا. يبقى معنى المحصله النهائيه ان الانسحاب التركي من سوريا هي مساله وقت. طيب في التفصيل، لكن هو في النهايه في مساله وقت. اما العدوان على الشمال السوري والضربات وقائيه على الشمال السوري غير وارده، لانه روسيا اصلا هي اللي هتقوم بهذه المساله. وضحت الفكره. سؤال اخير حول التطورات الجديده ايضا، ايران داخله على خط اللقاءات، ما دلالات ذلك؟ ايران حضرتك، ايران مأزومه، ايران في واقع لا يحسج عليه اساسا، يعني ايران بعد اغتيال اسماعيل هنيه وانكشاف ايران واختراق ايران من قبل الموساد الاسرائيلي المتكرر وبقت صدقها وسمعتها، يعني والعالم اكتشف ان هي يعني بالونه مصطنعه، يعني فبالتالي هي بتلملم من خلال اذرعتها ان حاول تحسين موقفها كفوضي وعوجه نفوذها بالزخم اللي كان في العشر سنين اللي فاتوا، وده طبعا مش وارد بالمناسبه طبعا. لكن تظل سوريا هي موطن قدم مهم بالنسبه للايرانيين، وانه هي للدخول على الكبار، انه يعني اولا حفظ ما تبقى لها من نفوذ. لاحظ انه التهجيج تركيا لا تمثل تهجيج لوجود ايران في سوريا، بالعكس ما فيش تهجيج. اللي بيهجج وجود سوريا او وجود ايران في سوريا هي اسرائيل، واسرائيل زي ما انت بتشوف انه على طول، والولايات المتحده الامريكيه من الحين لاخر ضرب معسكرات ونقاط تابعه للحرس الثوري في ايران. فمن ثم لم يعد هناك الا التوحد مع تركيا ومع روسيا في الشمال السوري لنقطه مهمه جدا، الا وهي برضه الورقه الكرديه، لان الورقه الكرديه عامل قلق بالنسبه للايرانيين.
طيب. طبعا ده يقول شرحه يعني، فاهم؟ فهنا الثالوث اللي هو روسيا وتركيا وايران، العراق وتركيا طبعا على وفاق من هذه النقطه. طيب. بس انا باشكك مع يعني نقطه اخيره، اشكك ان السيناريو هو التحجيم الكامل لقوات سوريا الديمقراطيه. من الصعب ومن استحاله ان انت ترجع على هذا المحور. وبالتالي نعم. ما كانش القيادات في الدول الثلاثة واخدة بالها انه جه مستحيل يتم ان هو اجتساس كواكسر الديمقراطية من الشمال السوري. جه يبقى لو في حد بيعقق جه يبقى واهم في نظري يعني. وضحت الفكرة، شكرا جزيلا لك ضيفا كريما من أنقرة سيد عبد المجيد، باحث وصحفي متخصص بالشؤون التركية.